فتح قلعة كرجة هيسار، أول انتصارات وفتوحات عثمان الأول، وحجر أساس الإمبراطورية العثمانية. تقع قلعة كرجة هيسار في الجنوب الغربي من مدينة أسكاشهير في تركيا، بنيت فوق هضبة على ارتفاع 1000 متر عن مستوى البحر. هي إحدى مدن القلاع العسكرية المحصنة التي بدأت تتشكل في القرنين 7 و8 الميلادي في الفترة البيزنطينية الوسطى. تم بناء القلعة كي تصبح مقراً عسكرياً استراتيجياً للبيزنطينيين في القرن 8، وأشرف على قيادتها الملك البيزنطيني تكفور. خضعت القلعة للحكم الإسلامي السلجوقي في القرنين 11 و12 الميلادي، لذلك شيد البيزنطيون حولها الأسوار العالية لمواجهة مخاطر الدولة السلجوقية. كانت حدود دولة سلاجقة الروم في الأناضول قائمة على كرجة هيسار، وكان الملك البيزنطيني تكفور يدفع الضرائب إلى دولة السلاجقة مثله مثل غيره من البيزنطيين في المنطقة. هكذا استمر السلام بين بيزنطة والأتراك، حتى جاءت عائلة أرطغرل إلى المنطقة. حين علم أرطغرل بإقامة الروم في كرجة هيسار، توجه مباشرة إلى السلطان السلجوقي علاء الدين قيقباد، وأقطعه السلطان بلدة أسكاشهير. بحلول عام 1281 تولى عثمان الأول سيادة القبيلة بعد وفاة والده أرطغرل. كان على عثمان بعد أن ثبت أقدامه في إمارته أن يكافح على جبهتين، جبهة الروم وجبهة الإمارات التركمانية التي أبدت معارضته له في بداية حكمه، وقد وضع نصب عينيه توسيع رقعة إمارته على حساب الروم أولاً. ومنذ تلك المرحلة أصبح الهدف الأساسي للإمارة العثمانية هو اتباع سياسة الفتح التي ترتكز على مفهوم الغزو والجهاد ضد ديار الروم. وبناءً على هذا توجه عثمان سنة 1286 على رأس قوة عسكرية قوامها 300 مقاتل إلى قلعة كرجة هيسار الواقعة في نطاق جبل أميرطاغ. هجم عليها ليلاً وتمكن من فتحها، حتى ازدادت إمارته اتساعاً في اتجاه الشمال لامتداد بحيرة إزنيق. لكن انتصار العثمانيين في كرجة هيسار أثار الغضب داخل بيلاتس قائد الروم، فأبى أن يكون تابعاً وخاضعاً لأمير مسلم، فتحالف مع حاكم قلعة كرجة هيسار واتفقا على قتال المسلمين واسترداد ما غنموه من الأراضي. التقى الجيشان في مدينة إكزيجا الواقعة بين بيلاجاك وإيناكول، حيث دارت معركة طاحنة قتل فيها صوجي بيك أحد إخوة عثمان، لكن المعركة أسفرت عن انتصار المسلمين ودخولهم إلى القلعة ومقتل بيلاتس قائد القوات الرومية بعد حصار دام عدة أسابيع. كان هذا الانتصار الذي حققه عثمان أعظم انتصاراته على الإطلاق، حتى أن السلطان السلجوقي علاء الدين قيقباد الثالث أبدى تقديره العميق لما حققه عثمان من إنجازات باسم السلاجقة والإسلام، فمنحه لقب حضرة عثمان غازي المرزبان حارس الحدود عالي الجاه عثمان شاه. بعد النصر والتمكين قام بسرق العملة التي تحمل اسم عثمان داخل قلعة كرجة هيسار، وجعل المدينة الجديدة قاعدة له للانطلاق نحو بلاد الروم. قام بتوطين الأتراك في المنطقة الواقعة بجوار القلعة سنة 1299، وعين عليها قاضياً وإماماً بعد زيادة سكانها. تمكن عثمان الأول بفضل هذه القلعة الاستراتيجية من التمدد بشكل كبير في الأراضي البيزنطينية وتوسيع نطاق سيطرته في المنطقة، وبذلك وضع حجر الأساس لتأسيس الدولة العثمانية. أصبحت القلعة ملكاً لإمارة كاييه، والتجارة أصبحت بيد السيد عثمان. بذلك أصبحت بيلاجاك منطقة استراتيجية ذات أهمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية، كما ساهمت تلك الإنجازات في انتشار اسم عثمان الأول على نطاق واسع وتشجيع القبائل الصغيرة على الانضمام له والعيش تحت ولايته، الأمر الذي زاد من قوته في المنطقة وشجعه على التمدد أكثر، وفسح له المجال أمام فتح القلعة البيزنطينية الثانية في منطقة إيناغول التابعة لولاية بورصة أهم المدن البيزنطينية في الأناضول.